لا نزول مهما طال، لا نزول مهما طال، وبده يزول لا محال، بده يزول لا محال، وعادا منا للمساجين، عادا منا للمساجين، وما بنتركهم منسين. يلا نساند هالابطال، يلا نساند هالابطال، في اضربهم عن في اضربهم احنا معاك، في اضربهم احنا معاك، وفي صومتكم احنا معاك، في صومتكم احنا معاك. جاي على الاعتصام اناشد مع مع الاسرى وطالب من حقوق الاسرى انهم يقفوا في صف الاسرى. انا ابني في 10/8 خشوا عليهم الجيش الاسرائيلي وقتلوهم وحرقوا افراشهم وحرقوا اوعيهم واطلقوا عليهم الكلاب، وابني قعد 12 يوم وهو ينتج دم وخس 20 كيلو، وانا زرته وشفت الزياره بالعدم ونشدت كل الفصائل وكل الدول يناشدوا، وزرت ابني وقلت لهم اطلعوا لي دكتور خاص على حسابي يعالجوا ابني، شوفوا ايش مرض ابني اللي نتج الدم منه من كتر القتل وهم يقتلوا فيهم ويطلقوا عليهم الكلاب. ما يخافوا من الله، ما حدا واقف في صف الاسرى بالمره، الاسرى بموتوا وبمرضوا وبعانوا واهاليهم بموتوا واماتهم بموتوا وما حدش مدور عليهم، بس احنا بنيجي على الاعتصام بس عشان خاطر اسرانا، لكن هم بيجوا عشان يشوفوا مناظر الصور بس، بدهم يدوروا على الصور.